القتال في تعز لا يتوقف، وهو ما يضعف من حالة الانفلات الأمني المتدهور. خلال الأيام القليلة المنصرمة دارت اشتباكات بمختلف الأسلحة بين قوات من الجيش الوطني وعناصر تابعة لكتائب أبو العباس. نؤمل ونعول على المجلس المحلي بقيادة الأخ المحافظ أمين محمود ومدير الأمن وقائد المحور على أن يطلعوا بمهامهم ويعود المرابط والمجاهد إلى مترسه إلى بيته آمنا، هذا ما نأمله. الثلاثة الأيام الأخيرة كانت أشدها، حيث شهدت بعض أحياء المدينة معارك بمختلف الأسلحة اندلعت على خلفية مقتل 4 من أفراد الجيش ومدني، تسببت بإثارة الهلع وسط الأهالي. قبل يومين كان هناك قتيل من المدنيين هناك في 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 شارع لقينات أو في باب موسى، أما أمس واليوم هناك اشتباكات شديدة في العسكري والجحملية وإثارة الخوف والهلع، الناس لا يستطيعون الخروج من منازلهم في هذه المناطق لقضاء حوائجهم، أصبح الناس يعني يتذكرون قبل 3 سنوات حينما كان الحوثي ما زال في هذه المناطق، حالة من الخوف والهلع تصيب المواطنين في هذه المناطق. وإن اختلف المكان والزمان تظل هذه المشاهد حاضرة في المدينة التي تشهد حربا وحصارا من خارجها تشنها ميليشيا الحوثي، ومواجهة في الداخل بين وحدات عسكرية وعناصر إرهابية. هذه المباني التي تحدثت عنها بعض المصادر العسكرية أنه جرى تحريرها من خلايا كانت تتخذها مقرات لتخطيط وتنفيذ مهامها في زعزعة أمن المدينة وإقلاق السكينة العامة. طبعا بالنسبة يتحدث الكثير عن دور الحملة الأمنية والأجهزة الأمنية في المشكلة الأخيرة التي حدثت مؤخرا، نحن نقول أن ما تم هو اشتباكات مسلحة بين فصائل ومجامع وكيانات يفترض أنها تتبع الجيش الوطني، تمتلك من السلاح والعتاد ما تعجز الحملة الأمنية عن مواجهته والتدخل فيه. العديد من اللجان الأمنية جرى تشكيلها خلال الفترات السابقة، بعضها برئاسة المحافظ والبعض الآخر برئاسة قائد محور المحافظة، لكن لا وجود لها على أرض الواقع، وإن وجدت لم تتمكن من القيام بمهامها. بين دعوات التحرير من الميليشيات الانقلابية ونداءات توقف الاقتتال الداخلي في المدينة، تفقد تعز حالة الاستقرار التي انتظرها الناس ولو في بعض الأحياء المحررة. ليبقى السؤال الملح هنا، إلى متى ستظل هذه المدينة تدفع ضريبة الحرب مضاعفة ومن خصومها في الداخل قبل أعدائها من الخارج؟ حمزة أمين، قناة بلقيس، تعز.